أبناء الشهداء اللي عم بيجري بعروقهم دماء مقدسة، دماء طاهرة، بفضل هالدماء هاي اليوم عم ننعم كلياتنا بالأمن والأمان بسوريا موحدة قوية. نحن دوما بهالمناسبات دوما منعاهد نفسنا كأفراد وكمؤسسات أنه نبذل قصارى جهدنا لننهض بالبلد اللي حافظ عليها آباؤهم، ودوما نكرر أنه هالأبناء هن أمانة برقبتنا مثل ما كانت سوريا أمانة برقبة وضحوا بكل غالي وثمين آباؤهم. أنا باسم الهيئة العامة لمدارس أبناء وبنات الشهداء بتوجه بالشكر الجزيل للسيد وزير السياحة وللآنسة مي صلح، اهتمامهم ليس هذه الفعالية الأولى، تقريبا فعاليات بكل سنة أكثر من مرة مرتين ثلاثة، هذا يعني لنا كثير. أنا قلت قبل هلأ لمجموعة أخرى يعني سألتني أنه نحن عندنا موازنة كبيرة تكفي للأطفال مثل أي بيت دخله ممتاز، لكن أولادنا بيفرحوا لما بتجيهم دعوة من الآخر مين ما كان يكون، فبيحسوا أنه كل الناس مهتمة فيهم، مش بس السيد الرئيس وعقيلته ولا هي هالمدارس النموذجية الفريدة من نوعها في العالم، هي نظامها داخلي أنه كل مواطن سوري بحب ابن الشهيد، بقدس الشهادة، ولولا الشهادة ودم شهدائنا ما كنا نحن منعيش هلأ. كانت سوريا وما زالت واحد الرسالات السماوية ومنها انطلقت يا عم الخير بالعالم، وهنا اليوم نحتفل بمجيء رسول المحبة رسول السلام حاملا معه رسالة سلام إلى أبناء سوريا جميعا، وبمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح المجيد ورأس السنة الميلادية قمنا باحتفالية لإدخال الفرحة لأبناء وبنات الشهداء. دعينا لله بأن يتغمد دماء شهداءنا بألف رحمة، وأن تكون سنة ميلاد جديدة، وأن تكون الشموع الميلاد هي شموع سلام لأرواح شهداءنا الأبرار. خلينا بحق أننا نحن السوريين.